عقد مجلس شباب بيجي الموحد بدعم من مركز تكريت للعمل التطوعي ورشة تدريبية عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا بصورة فعالة في إيصال قضايا مجتمع مدينة بيجي. وناقشت الورشة موضوع مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها في الحياة العامة وأهميتها في إيصال رسالة العمل التطوعي وكيفية تنظيم الحملات في المدينة. وخرجت الورشة بتوصية عدة تسهم في دعم عمل الشباب التطوعي وعودة الحياة الطبيعية لقضاء بيجي. ضمن مبادرة مشروع بناء قدرات الناشطين والفرق التطوعية يقيم مجلس شباب بيجي التطوعي ورشة تدريبية تحت عنوان كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا بصورة فعالة وصحيحة في إيصال هموم وقضايا أهل مدينة بيجي وإيجاد الحلول لها. طبعا قيمة هذه الورشة بدعم من مركز تكريت للعمل التطوعي، وحضر الورشة عدد كبير من الشباب والناشطين والخريجين والمثقفين. نحن مجلس شباب بيجي يعني كمتطوعين يعني سوينا حملة ندوة حاليا بمركز الأستاذ هيثم نزهان في يعني المحاولة بالنهوض بمدينة بيجي من خلال التواصل إلى المسؤولين، حملة على السوشيال ميديا فيسبوك وغيرها وغيرها، وإن شاء الله نشوف تطور نشوف نجاح. الهدف من الحملة يعني مساعدة مدينة بيجي بالنهوض حاليا ايصال صوتنا للمسؤولين لان ضعف حكومي وشغل قليل على مدينه بيجي، ان شاء الله نشوف خير عليها. تركزت اعمال الورشه حول الاستخدام الفعال لمواقع التواصل الاجتماعي في ايصال قضايا مدينه بيجي المنكوبه واهم ما تعانيه المدينه على الصعيدين الخدمي والمؤسساتي.